نجح الاتحاد في كسب نقاط مواجهة الكلاسيكو التي جمعته بنظيره الهلال على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بداية سريعة شهدتها المواجهة، 7 دقائق وكاريلي يتلقى ضربة موجعة بخروج مرهوساوي مصابا وعبد المحسن فلاته بديلا. كادت الشباك الصفراء تهتز، لكن العارضة تنقذ رأسية هيون في المرة الأولى، وقروهي يتصدى في المرة الثانية لرأسية البلاهي. في المقابل أولى المحاولات لأصحاب الأرض، رودريغز يهدد مرمى الهلال بتسديدة من الجهة اليسرى والمعيوب في الموعد. جوميز يظهر بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها قروهي. الدقيقة 25 البديل عبد المحسن فلاته يضع فريقه في المقدمة بضربة رأسية بين الدفاعات الهلالية، هدف اتحادي. فعل العميد بالرأس يا إلهي. البيشي يسدد على المرمى الأزرق والمعيوف ينقذ الموقف. في الجهة الأخرى جوفينكو يسدد والدفاعات الصفراء في الموعد. جوفينكو يعود للتهديد وقروهي يذود عن شباكه. وفي آخر دقائق الشوط الأول العميد يعود من جديد ويحرز الهدف الثاني بيمنى سعود عبد الحميد. وصل إلى هنا سعود، ها هنا سعود حط الله. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحادي بهدفين نظيفين. الشوط الثاني دخل الهلال بضغط مكثف بحثا عن تقليص الفارق. فييتو يظهر بضربة رأسية تألق قروهي في التصدي لها. ووسط الضغط الهلالي البديل هارون كامارا يتلقى تمريرة واجه بها المرمى ليهز شباك المعيوف، لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة للبار. مواجهة جديدة بين فييتو وقروهي والأخير يواصل تألقه. اعتمد أصحاب الأرض على الهجوم المضاد واستغلال المساحات في دفاع الهلال. وقبل النهاية كاريو كان قريب من تسجيل هدف هلالي، لكن القائم يقف مع أصحاب الأرض. لم يفلح الهلاليون فيما تبقى من وقت في إصابة الشباك، حتى أعلن الحكم نهاية المواجهة بانتصار الاتحاد بهدفين دون رد، ليتشارك وصافة الترتيب مع الشباب ب45 نقطة، فيما بقي الهلال متصدرا بنقاطه 48. الاتحاد سيستقبل في الجولة المقبلة الباطن، بينما سيواجه الهلال نظيره الشباب.